هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على ارتداء النقاب؟ نعم، الرجال قوامون على النساء، فيجب على الزوج أن يلزم زوجته بالحجاب إلزاما، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن القوامة على المرأة. والحجاب فيه ستر وفيه أمان من الوقوع في الفاحشة، لأنه من الاحترازات التي جعلها الله سبحانه وتعالى لتقي من الوقوع في الفاحشة.